تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أقيمت الأسبوحة الشعرية شباب الوطن رمز العطاء والتي نظمها مجلس الطلبة بجامعة البحرين والجمعيات والأندية الطلابية. يأتي هذا ضمن احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وعدد من المسؤولين. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد بالمشاركة الواسعة من قبل الشعراء في هذه الأسبوحة المتميزة التي تغنوا فيها بحب البحرين ومليكنا المفدى وشارك فيها نخبة من شعراء البحرين، مشيرا إلى أن هذا التجمع يؤكد مكانة الشعر لدى الجميع وأن هذه الأسبوحة بمثابة فرصة للشعراء من أجل التغني في المملكة، مؤكدا دعمه لمثل هذه الفعاليات التي تعبر عن موقع الشعر في مجتمعنا البحريني. ناصر اخونا اجلى وفى الخصايل طيبه طبيعي ما يجي فيه تكليف بشرواه بين الناس صار وقلايل. الله 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 الله. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمبادرة جامعة البحرين لتنظيم الفعاليات الثقافية الهادفة وتحفيز الطلبة على المشاركة فيها لإبراز مواهبهم وما تجود به ملكاتهم من نتاج بديع من الشعر وشتى الروافد الثقافية، مؤكدا سموه أيضا أهمية مواصلة تقديم مثل هذه الأسبوحات الشعرية التي تلقى اهتماما واسعا من قبل الشعراء في مملكة البحرين والمهتمين بالشعر. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن تقديره للمبادرات التي يقوم بها مجلس الطلبة بجامعة البحرين والتي تهتم بتنمية مهارات الطلاب والطالبات في مختلف الميادين خاصة الجوانب الشعرية، الأمر الذي يثري مسيرتهم الجامعية. وكان الدكتور أسامة الجودر عميد شؤون الطلبة بجامعة البحرين قد ألقى كلمة في الاحتفال عرب فيها عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على رعايته للأسبوحة الشعرية والتي تأتي ضمن أنشطة وبرامج الجامعة للاحتفال بعيد جلوس جلالة الملك والعيد الوطني المجيد، مشيرا إلى أن هذه الفعالية تأتي في صميم أهداف الجامعة الرامية إلى تنمية المهارات الشخصية للطلبة والطالبات وتشجيعهم على ممارسة الهوايات المفيدة وصقل إبداعاتهم إلى جانب ما تقوم به الجامعة ذاتها من إشراف تربوي ورعاية تعليمية للطلبة. وأضاف الجودر إلى أن هذه الأسبوحة من شأنها أن ترسخ حب الوطن في نفوس الطلبة من خلال استماعهم للقصائد الشعرية المتميزة التي تغنى فيها شعراء بحب البحرين والإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر بحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. كما ألقى عبد العزيز العجمي رئيس مجلس الطلبة كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد على رعايته وحرص سموه على دعم البرامج والأنشطة التي يقيمها مجلس الطلبة بجامعة البحرين، مؤكدا أن هذه الأسبوحة تأتي حرصا من جامعة البحرين ومجلس الطلبة على تنظيم المهرجانات الوطنية وإثباتا على أهمية الاحتفالات بالمناسبات الوطنية التي من شأنها أن ترسخ حب الوطن لدى أبنائه الطلبة. هذا وقد قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتكريم الشعراء في الختام، كما تلقى سموه هدية تذكارية من الجامعة بهذه المناسبة.